مرحبا بكم الاخوان. فيديو جديد، خمسة الفيديوهات درنا في خمس ايام. في هذا الفيديو نشوفوا داكشي اللي وقع هذا الصباح هذا مع ويل سميث. راه وقعت هذا الصباح هذا حيت انا وصلت الحفله ديال الاوسكار، وحده من ابرز الجوائز ديال السينما في امريكان هوليوود. ناض وصرفق المقدم اللي كان ممثل بحد ذاته ديال الكوميديا قدام مختلف نجوم هوليوود. في الفيديو ما غنشوفوش هاد التصرفيقه ديال ويل سميث، غادي نشوفوا حتى طبيعه العلاقه ديالو مع مرته، حيتاش عامره دراما. فراه كانت معاشره مع توباك، كانت خانته مع شير ولدها صغر منها رابور، كان بزاف ما يتقال باش نتوما تفهموا القصه كامله. واكثر من هادشي غنديروا التحقيقات باش نشوفوا فعلا واش ديك التصرفيقه بصح ولا كذوب، يعني تم التصنيع ديالها. مورا هذا الفيديو هذا غتخرج فيهم كل شيء حول داكشي اللي وقع البارح، هادشي كامل غنتعرفوا عليه اكثر بقاو في الفيديو. ولكن قبل نخليكم مع السبونسور ديالو اللي هو ونيكسبيت. ونيكسبيت هي واحد البلاتفورم اللي كتمكنك من انك تلعب على الفرق المفضله ديالك على التليفون، يعني الا كنتي ديجا كتكوطي راه هاد البلاتفورم فيها احسن لي بونيس. ها هو قبل ما تلعب كنأكد على ثلاثه الحوايج. اول حاجه هي ان اللينك كيخدم معاها في المغرب. ثاني حاجه ضروري وكنأكد عليها ضروري تكون فوق من 18 عام. وثالث حاجه ما تنساش تخدم برومو كود ديالي اللي هو فر 11 اللي كيمكنك بدورك من انك تربح 130 دولار. اوكي تلقاو هادشي في الديسكريبشن واول كومونتير. سو خليتي اللايك ديالك، ديك سابوني، رجعتي اجري. ما زيدش نطول عليكم، نخليكم على الانترو ونبداو. كاس اي واحد من الشهيد وما عندناش مع الكسالى. كيف ما قلت لكم ابداو بعلاقه ويل سميث، واحد من اكبر نجوم السينما الامريكانيه، بمرته. داكشي علاش خصنا نرجعوا للثمانينات. توباك واحد من ابرز الروابط ديال الامريكان اللي لسوء الحظ مات في عمر 25 عام، كان قرا مع جادا بينكت اللي هي المراه الحاليه ديال ويل. قراو في نفس المدرسة في 1980، يعني توباك ومرت ويل الحالية في مدرسة بالتيمور سكول اوف ارتس. كانوا صغار والصداقة اللي بيناتهم كانت فغيمون قوية ديال بصح، الشيء اللي كان كيخلي كلشي يقول انهم صاحبين وتباوسوا لعدة مرات. ولكن جادا كتأكد انهم عمرهم ما فاتوا لحد لدرجة العمر ديالهم، يعني ما وصلوا حتى شي حاجة حميمية. سو توباك دار سمية ديالو في الراب الامريكان، ويل شق طريقه في التمثيل. لكن سرعان ما توباك غادي يبدا يدخل في المشاكل، وتزامن هذا الامر بان جادا تعرفات على ويل وهو اللي دبر ليها على اول دور سينمائي ليها. سويل دبر ليها في فيلم كان غادي يساعد في الكارير ديالو، وتوباك مرونه. كانوا بعض المرات كيتصادفوا كيتجمع توباك ويل وجادا. توباك ويل ما كيتشوفوش، ما كيدوش مع بعضياتهم، ما كيتحاملوش، ولعده مرات كانوا غيضربوا بيناتهم. ولكن ويل كان كيخاف منه ديال بصح وكان كيحشم منه، راه كان توباك وكان كيغير ديال بصح على طبيعه العلاقه ديال صاحبته ديك الساعه جادا اللي دابا مرته مع توباك. باختصار تصاحب مع ويل وتوباك مات كيف ما كنا عارفين في داك لما لي تيغ ديال الطوموبيل اللي كان غادي فيها. هاد القصه خاصها فيديو الراس. ويل غيستطع يولد ثلاثه الاولاد مع مرته الحاليه واللي تصاحب معاها في ديك الوقيته، اللي منهم جيدن اللي مثل في ديكاراتي كيد واللي خرج اغنيه ايكون شق طريقه في الموسيقى. زيد عليهم تري ويلو. سو تعرفنا نوعا ما على الالتقاء الاول ما بين ويل وما بين جادا. كيف ما كتعرف كانت صعيبه، كانت توباك بينات. المهم مورا سنوات تزوجوا وناض صداع بيناتهم، صداع ديال بصح، الشيء اللي خلى انهم يتضاربوا ويخليو الغلاسون اوبن، يعني ما مطلقينش ولكن كل واحد عنده الحريه يبدا العلاقه اللي بغا في وسط الزواج. وتما فين جادا بينكت غادا تمشي تصاحب مع رابور صغر منا بسنوات اللي كان عشير ولده جيدا، وغادي تعترف لويل سميث في البودكاست ديالو ولا في واحد ليميسيون كان كيديرها مورا ما خرج داك الرابور وفضحها قبل. فهمتوا؟ يعني تخيل معايا ويل واحد من ابرز نجوم السينما كيعرف ان مرته خانته مع واحد خونا صغر منه، ولكن كان كيبغي ديك السيده ديال بصحتي كامل باش نبرهن لكم انه شحال من مصايب دازو في الزواج ديالو وكيفاش بقى غادي وكيربي الحب ديالو الزوجه ديالو، واي مشكل كيوقع كيحاول يحلو وينساه. فراه اي واحده تخونو مرته مع واحد صاحب ولده غيخلاه، ولكن ويل سرد داكشي كامل بقاو مجموعين في الاخر. ودابا غنجيو للبارح، اش من البارح؟ اليوم في الصباح، فين احتفلوا بجوائز الاوسكار في مسرح دولبي بهوليوود بحضور اكثر من 3400 نجم سينمائي. ويل سميث كان منوميني في كاتيجوري ديال احسن ممثل داك العام في الدور ديالو في فيلم كينغ ريتشارد اللي فريمون دار اداء واعر. ويل ما عمره ما ربح شي اوسكار، ولكن قبل ما يبداو في تفريقه الجوائز كان واحد الشخص مبريزونتي الايفنت اللي هو ممثل كوميدي اللي سميتو كريس روك. بيان سور هو بريزونتاتور دونك خاصو انيمي، هو كوميدي دونك يستغل العوامل كامله باش يضحك الحضور، وكيبدا يدير جوكس بعض المرات شي وحدين يكونوا دارك هيومر، يعني الضحك اللي كيكون مبالغ فيه ولا زاد على الحد، يعني يقدر يضحك معاك باللون ديال البشره ديالك كيدوزو على ضحك. وفي واحد اللحظه داز مرات ويل سميث جادا بينكت. كيف ما تكونوا شفتوا لاحظتوا جادا ما كانش عندها الشعر، كانت كتعاني من الوبيثيا اللي هي بكل بساطه تسارع تساقط الشعر، يعني بقى كيطيح لها كتحلى وفضلت انها تقرع باش ما يبقاش لها نايت ولا جهه شويه. مهم ويجي السي كريس روك ديالنا هو يقول لها من دابا تقدري تمثلي في الموسم الثاني ديال ديمي مور، واحد الفيلم اللي كانت مبريزونتيها واحد المراه بدون شعر، يعني بحال قال لها انت واجده باش تمثلي وتعوضي ديك السيده حيت ما عندكش الشعر وهي ما عندهاش الشعر. في الاول ويل
خداه ضحك عادي بقى كيضحك هو كيضحك ويدور ويشوف مرته فريمون كعات ولا تبانيكات تما فين قال لي واخ وينوض لعنده ناض لعنده ويصلي معاه. بريزونطاتور خصكم تعرفوا انه هادو من ابرز ممثلين العالم ماشي امريكان، دونك بزاف اولوا ديك القضيه على انها كذوب، حيت كيفاش هو نايض عنده غادي يخلي يديه موراه وغيتسنى يصرفقوا ولا غيصرفقوا ويبقاو يضحكوا مع بعضياتهم، ولكن كنأكد لكم دابا تشوفوا انها بصح. اكثر من هادشي اجي نشوفوا اللقطه بجوج ونحكموا عليها. دونك كيف ما كتشوفوا هاي اللقطه عندنا هنايا راه هي الاولى في الطونطونس العالمي ضربه 33 مليون. عندي الريفريش هاي تزاد 500 كف في دقيقه احنا نتفرجوا فيها. المهم هنا كندير واحد التوك على واحد الممثل قال لي راه الا ربحتي ما خصكش تربح حيت حتى الا ربحتي غتنكد عليك مرتك شي حاجه بحال هكا. He is praying that Will Smith wins, like please Jada, I love you. G.I. Jane 2 كيف هو قال قال لمرت ويل كنبغيك ولكن في الموسم الثاني ديال هذا الفيلم هذا كيف ما كتشوفوا راه خصنا حتى يقرعها. Wait to see it. Alright. ما كرهتش نشوفك في الموسم الثاني ديال هذا الفيلم حيت جوج مقرعين. هو ويل دابا غادي يدور يشوف مرته يضحك بعدا يشوفها ما عجبهاش الحال وغينوض لعندو. شتي هو ضحك شتي هي كيفاش كعات. شوف شنو غايدير. I'm out here. هو جاي لعندو. Richard. هو جاي لعندو. واو. واو شتي واخا هكاك راه ممثلين وبقاو غاديين مع ما باش ما يخيبوش الايفنت كامل ولكن راه التصرفيقه ديال بصح راه شوفوا كيصلاها معاه. شوفوا السرعه ديال يديه راه كان باغي يثبتو ويغفلو. البريزونطاتور كيقول له اش يدير اش يدير راه ضربو ديال بصح. واو ويل سميث جست سماك ذا شيت اوت اوف مي. قال ويل سميث صرفقني دابا يا خربق لي. هو كوميدي بغى يعتق العرض فهمتوا. اما راه نورمالمون راه كان يقدر يوقفو ويقول اش هادشي. هو كيقول لي ما عمرك ما تجبد سميت مرتي من فمك عاوتاني. واو دود ات واز ا جي اي جين جو كيب ماي وايفز نيم اوت اوف ماوث ام جوينغ تو. المهم كيف ما كتشوفوا هاد اللقطه راه حقيقيه التصرفيقه ديال بصح. موراها غيديروا فاصل اشهاري وغيرجعوا يفرقوا الجوائز وتما فين غيربح ويل سميث الكاتيجوري ديال احسن ممثل داك العام ما عمرو ما دا اول مره. وغادي يستغل الفرصه باش يبين كوم كو علاش دار ديك الرياكسيون على اساس انهم هما ممثلين وبابليك فيجرز خاصهم يسرطوا كاع الجوكس خاصهم يسرطوا كاع داكشي وانه ما حسش براسو راه مرته هذيك كيبغيها الحب ديالو هو اللي دفعو وما قدرش يسرط داكشي تو سامبلون. اجي نتفرجوا في هاد اللقطه هادي. You gotta be able to take abuse. You gotta be able to have people talk crazy about you. كيقول لهم انه عارف انني انا كممثل خاصني نبقى نصرت الابيوز زعما الضحك الباسل كاع داكشي اللي كيقولوا عليا. In this business you gotta be able to have people disrespecting you. قال لهم في هذا البيزنس زعما التمثيل خاصك انك ترضى بانه يكون بنادم ما كيحترمكش. You gotta smile and you gotta pretend like that's okay. وخاصك تبقى ديما ضاحك تقول فحال ما كاين والو دايزه. I want to apologize to the academy. I want to apologize to my fellow. This is a beautiful moment and I'm not crying. قال لهم هذا لحظه زوينه ولكن ما كنبكيش. For winning an award. It's not about winning an award for me. It's about being able to shine light. زعما كيقول لهم انه الجائزه الحقيقيه هي كيفاش قدرت انفلونس هاد الاشخاص غابني اللي كيذكر. وهنا غيشرح علاش نادو صرفق. Love will make you do crazy things. قال لهم انا الحب كيخليك دير شي حوايج مسطين. Being able to love and care for my mother, my family, my wife. أول أوسكار. I'm taking up too much time. هاي مرتو. Thank you for this honor. قال لهم شكرا على هذا الشيء. Hoping Academy invites me back. قال لي أول تمنى أن الأكاديمي زعما اللي كيفرق بالجوائز يقبلوا أنهم يعيطوا لي عاوتاني حيت عرف راسو زبلة. ثانك يو. هما بداو يضحكوا. كيف ما كتشوفوا حس براسو زبلة ديال بصح على أين؟ مرأة خرجت الهيئة المنظمة اللي هي اللي ذكر وقالت أنه غيكونوا دي سانكسيون عليه حيت ما كتقبل حتى شي نوع ديال الفيولونس. وخرجوا بزاف كيقولوا أنهم يقدروا يروتيريو ليه الأوسكار اللي ربح. ما نظنش. وهاد اللقطة كيف ما كتشوفوا فيديو ضارب تقريبا 40 مليون فيو في أقل من 12 ساعة. راه الطوندوس العالمي وصل لها التصرفيق. هادي القصة فريمون داكشي وقع ديال بصح. ويل سميث مرضاش. المهم في الأول ضحك على أن الجوك دار ليه على مرتو مما شافها هي كعات وتبرسطات ناط كأي رجل ومشى صرفق ديك خونا اللي هانا. شو كنتي دير نتا؟ وكان شي واحد هز عليك الوالدة ديالك صاحبتك مرتك تك ولا أي واحد هز عليك يهينو شي واحد ضحك في الأول وتشوفو كعا واش كنت تكون عندك نفس الرياكسيون أتنوض وترياجي بلا فيولونس كنتي غتسرطا وتبقى تضحك بحال ما كاين والو. خلوني في الكومنتس. وهكا كنكون وصلنا لآخر الفيديو ديالنا. نتمنى أنني نكون شرحت لكم هادشي
وهذا ما كان معكم فاروق لايف، نتمنى يكون عجبكم الفيديو ونتلاقوا في الجاي. تهلاو.